بريحك يا راسي بدنا احسان بدنا احسان كم واحد قلبه قاسي يا دار الناس يا دار الناس يا هالرقبة بتنداسي بتنداسي حامل هالفان حامل هالفان وانت مصاب حماسي يا مهلبسي ويا أنا بتتمخالب بغصونك يا اسمي هلا عن جد عم بحكي بتطلع لفوق؟ بتطلع يا ما بتطلع طيب شو رأيك؟ ناخذ الغداء ونطلع نتغدى فوق؟ ايه شو عليك؟ قومي لحتى ورجيكي بدران وسواقة بدران قومي بدران شبك شوي شوي شو قلتي لعنا ورجيكي سواقة بدران وسيارة بدران لك على بالك الله يخليك شوي شوي بدران على بالك شوي هالما بتطلع يا حبيبي والله بتطلع وبتطير ترى بس على بالك بدي اخذك على بالك بدران خابي جبل جبل ديك ديك اولا خليه يطلع ابنك رجال بس خليني حط رجلي على الارض دواخدني لك سلامتك ام رستم سلامتك هادي عمك هادي تعال تعال شو هاد شو هالسواقه هاي شو صار لك لحتى ورجيكي بدران وسواقه بدران وسياره بدران اي بس مو هيك كنت بتخوف موتتني رعبه لكان كله شوي والتانية تيري لي سيارتك تطلع وما بتطلع ليك أطلعي
يا الله شو هالمنظر الساحر، شايف على هالإطلالة؟ سبحان الله شو هالجمال. إيه والله منظر ساحر، الله أكبر. بتعرفي بديعة؟ إيه ساوي لنا شي كاستيه شاي، خلينا نقعد ونصطهج على القعدة الحلوة. إيه والله، ولبين ما أنت تشرب الشاي كون أنا تبلت اللحم وجهزت الغداء، شو رأيك؟ لك يا عيني عليك يا بديعة، أمرستم حبيبة قلبي أنت، كمان حاسبة حساب الغداء؟ تأمر قلبي. لك يا هيك النسوان يا بلا. وينك يا ابو ضاي؟ امور استاذ. استاذ خالد اللي بيقعد معي هون على الطاوله بتعرفه؟ طبعا استاذ، اويتي بيجي بيقعد لحاله هنيك. عن جد؟ طبعا استاذ، بس ما صار له زمان، يعني بيجي بيقرا جرايد وبيمشي. واليوم ما مرق؟ لا والله استاذ. غير لي هالقهوه الله يخليك، مليت منها، اعطيني كاس شاي بسرعه. وين يلا تمر استاذ. استنى شوي، ما قالوا بالعادة يتأخر عن مواعيده. عجيب، معقول يكون طلع الرسلانية. عن جد خالد شكرا كثير انك جبتنا لهون لناكل، بجنن الاكل. صح وعافيه، بس ما اكلتوا شيء. ما اكلنا شيء. ما اكلنا شيء، لا الحقيقه ما في قابليه بنوب، ما قضينا على هالطاوله الا شوي. بتعترفوا لانه على حسابي ما؟ كانه مفجوعين والله. لا شو كانه؟ قولي مفجوعين عن جد؟ قوي قلبي. غيغ يسعدوا. قولي يا رستومي، رستومي بدك يسعد يبك. رحناها. بدران؟ تعال تعال. يا عيون بدران، طلع على هالاطلاله، بزمتك بزمتك، مو احلى من طله تله الارانب؟ تفرج. والله معك حق، احلى. تعرف لو كان معي مصاري وبدي اعمل المشروع، ما بعمله على تله الارانب يلي كلياتها مشاكل. لك وين بتساوي المشروع؟ ها بشتري عن ضيف، ويا دار ما دخلك شر. قل لي يا غنام بالله شارد حبي وينار، شاهد حبي وين. عم تغنوا؟ عشو ناويين يا ترى؟ وينك على مهلك، وقعد تصحطي هون، ديري بالك. ايوه شوي 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 شارستم. تعرف؟ ايه يعني انا لو كان في صحبه هيك، يعني صحبه يعني اخذ وش على مريم، ايه؟ كنت مرقت لعندها. ليش؟ ونصحتها. شو بدك تنصحيها يعني؟ يعني دخيلك، شو بدها وجعت هالراس، تلة الأرانب وأبو عبده وخليل آغا، شو بدها؟ ايوه هلا هي النصيحة؟ ايه فوتي فوتي قدامي فوتي. بتعرف يعني أنا كنت قلت لها تروح تعاينها وتشوفها. ايوه تشوف هالإطلالة وهالهوايات وهالشجرات، لك وهالنبع اللي بيطير العقل اللي المي فيه بتخدق خدق. ايه يعني اكيد كانت رح تفضلها. إيه ما في نسبه بين التنتين، مو معقول العمى. والله معك حق. ايه بس ما رح توافق لانه المهندس الامريكي سافر. ها ايه بتقول له يرجع؟ دخيلك هلا الست مريم خانم رح تعجزها سفره الامريكاني. والله في وجه نظر. أنا رأيي خالد بدي تتفكفك عقده. أيوة، وأنا مين بده يفكفك لي عقدي؟ أنت حبيبتي ما بيفكفك عقدك إلا شهر عسل جديد. شهر عسل؟ يعني أنا فيني استحمله شهر عسل بكامله؟ بدك تستحملي حبيبتي، لازم. لا دورة، ولا مين بدي أترك هالجنة شهر بكامله؟ إيه والله بيحرقوها. أوف 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 حبيبتي، طيب جمعتين؟ مستحيل.
لبكتيني وكركبتيني معك يعني. طب روحي لك كام يوم على الأقل، ولما بتملي بترجعي. لوين بدي روح؟ على البحر، غيري أتموسفير، غيري جو. البحر كم يوم؟ جبتيها. أنا موافقة بس بشرط. شو؟ بتروحي معنا؟ أوه، عأساس ناقصكن عزول. أي خلاص ماني رايحة. يا بتروحي معنا؟ طيب أوكي خلاص بروح معكن، أمري لله. لوين؟ رح روح حاول أقنعه، بلكي منسافر هلأ. هلأ صار ليل ما فينا دورة. اضربي الحديد وهو حامي. تعرفي بديعة؟ شو؟ أنا تلة مشهور عبت راسي تمام، بعدين تلة الأرانب عليها مشاكل كتير، خليها تحل مشاكلها لحالة بحالة. ومشهور بيك موقعه ما بيخلي دمامل بخاصرته تنخزه. مزبوط. شو رح تعمل؟ شو رح أعمل؟ أنا هلأ رايح عند الست مريم أطرح عليها المشروع، بركي وافقت هيك والله وفقنا. لك برافو عليك يا بدور، بس لا تأخر. لا هلأ يلا يلا يا رب خاطرك. الله معك، موفق حبيب قلبي. الله معك. الو ربوعة، صباح الخير. شبك محمود؟ عود كمل قهوتك. ما عاد قدر. شو ما عاد تقدر؟ شوفي ليش؟ اجي. شو هي اللي اجي؟ الفكرة. فكرة شو؟ الفكرة اللي لازم اكتبها هلأ فورا. هلأ ما تتأجل الفكرة لبعد ما تخلص القهوة؟ يا حبيبتي هي الفكرة مثل العصفور اللي بيدخل فجأة لعندك على الغرفة، يا أما بتسكري الشبابيك وبتلقطيه وبتحطيه بالقفص، يا أما بتفتح الشبابيك وبتطيريه، ساعتها بتكون ضاعت الفكرة. يا عيني عليك يا أبو الأفكار. عن إذنك. إذنك معك. برافو عليكي بدوع، صايرة عم بتخططي صح؟ لكن دم الأغوات. أخ يا أغاي. شو بدي أقول لك ربوعة؟ أرض أبو عبدو. خلص اعتبريها إلك، المهم الموضوع يمشي. وأرض خليل أغا. ولو يا بديعة أنت بتشكي بكلامي، قلت لك أرض خليل أغا إلك، وإذا ما قدرت مثل أو أحسن منها كمان. شو عم تقولي؟ والله سافروا مبارح أول الليل. لوين؟ ما بعرف، سمعت حكي عن بحر وما بحر وإجازة. أيوة هلا وقت إجازات وبحر، يالك على الحظ يا بدران. خاطرك. حماتك بتحبك، تعالكو. شو قالت لك؟ ما قالت لي شي. ليش؟ لأنه ما لقيتها. تصوري طول عمرها هون، وقت اجيت صار بدي منها شغلة، لقيتها رايحة إجازة على البحر. ايه على قولة المثل. تخيل ربك لا تمثلي لي هلا. يعني شو رح تعمل؟ شو بدي أعمل؟ يعني بدي استناها لترجع. طيب حبيبي انت ما فكرت يعني مثلا ليش ما تروح لعند المهندس تاخده وتأرجي التلة وتتفق انت وياه، اذا عجبته بتصيروا انتو اتنين قادرين تخلعوا ولا مريم؟ شبك انا مهندس؟ ايه انا والمهندس، والله فكرة. ايه مزبوط عم تحكي، يعني اذا صرت انا والمهندس بصيروا صوتين افضل من صوت واحد واقوى. حبيب قلبي لك انت منين بتجيب هالافكار انت؟ حبيبة قلبي تعال. ولا إلا أنت نقلنا السمك اللي بتحبه، وأنا رح أعملكن يا على الغداء.
يلا خلي أدبان فيكم، بس بكرة بتكتبوها بكتاب التاريخ، ها بتقولوا دورة الأسعد صنعت سمكاً لعروسيني في شهر عسلهما الثاني. يلا نقي طازة ها، وما تخلي غشها. طيب شلون بتعرفوا السمك إذا كان تازة ولا باهت؟ بتشوف الغلاسم تبعه، إذا كانوا حمر بيكون تازة، إذا كانوا مزرقين شوي يعني باهتين. يا معلم. ألو. أهلين سلام. ما عندك سمك تازة؟ وكله تازة معلم. شلون تازة؟ هدول بيتين. شو فضلتوا سيدي؟ لا لا، عم قلك إنه هدول السمكات شكلهم يعني بيتين. شلون بيتين؟ مالك شايفين شلون عم يتحركوا؟ شبنا خالد؟ معقول؟ ما شفتهم هن عم يتحركوا؟ أول مرة بحياتي بشتري سمك. هي قالت لي انتبه على الغلاسم اذا حمر ولا مو حمر. وانت شفت الغلاسم وبس؟ هذا اللي بيسموه تغليب النظرية على الواقع. ايوه، احلى شي دوره انك تنظري هون، هذا اللي ناقصنا، تنظيرك وشطارته. رح تعملوني ملطشكم يعني؟ شبنا خالي، عم نمزح معك، شو قلنا يعني؟ ما انكم شايفين حالكم، كل وحده عم ترمي علي نكته شكل شبكه. خالي خالي، لك شفتي؟ شفتي كيف تركنا ومشي؟ معلش اتركي، هلا بيتمشى له شوي وبيهدي اعصابه وبيلحقنا على الشاليه. هلا حبيبتي رح يرجعوا ميلا، اني انا رح ارجع على الضيعه. دارلينج شبنا انت الثانيه. خلصنا دوره، بدك تسافري معي شرفي. مريم بليز. حبيبتي هذا الزلم. بعرف حبيبي بعرف، اول ما بيجي عطوان بعطيها هي المقاله ببيضها وبيعطيها للجريده غيره. الرضا يا رضا. اول شيء الله بيرضى عليك، بعدين رضا بترضى عليك. لك انا بامري. الله يوفقك. يلا بخاطر. الله معك، مع السلامه حبيبي. لك شو المشروع تبعكم هذا؟ كانه لحى ونحس. يا سيدي هلا انت شو بدك؟ تصميم حلو ساويته وتعبت عليه. بدك تفهم الخانو تبعكم، لازم تدفع التكاليف بالكامل. ها يا اخي، بتدفع لكن لك فكره، بس انا اللي عم افكر فيه انه التصميم الحلو الجميل هذا شو بيصير اذا اختلف المكان؟ طبعا بيختلف النسيج، ارتباطه باللي حواليه، بالغابه، بالاثار، بالمظل. بيختلف، ما اختلفنا، بس عم نقول نحن يعني اذا لقينا محل موجود، هو المحل مكان مثل المكان الاولاني، بينطبق عليه نفس المواصفات، يعني في مظل وغابه وفي اثار. ايه شو ايه؟ بدنا بمعيتك نقوم نشوفه ونصوره وندرسه على مهلنا، وهذا يعني اذا انطبقت عليه المواصفات صلى الله وبارك قلنا للخانو، وهذا ما في مشاكل عقاريه عليه. بقى شو رايك استاذ؟ شو قلتوا استاذ؟ يعني بيمشي الحال؟ طيب قوم نشوف. يلا معيتك، خلينا نلحقوا على ضوء. شرف. بس اما قطعه من الجنه يا استاذ، احلى تله بكل القرنه. فعلا فعلا شيء حلو. شوف شوف شرم. شايف السحبة هي استاذ مثل الكف، هي بتاخذ عليها اللي بدك اياه. في له طله من الطرف الثاني؟ لكن لكن طلتها من الطرف الثاني احلى من هي الطله من هون كمان. لكن شلون ما التفت، قطعه من الجنه، شيء حلو كثير. فعلا معك حق، شيء حلو كثير. ايه بس بدك المدام توافق.
المدام استاذ بتوافق اذا ضميت صوتك لصوتي، يعني اذا حكينا احنا الاثنين بتوافق. بس انا خايفه كلها مشاكل. ها لا لا لا، هي الارض بالذات ما لها مشاكل، هي معروفه بالشبر لمين. اها لك دقدست عليها انا شيء حلو. اوف صارت الساعه 5 ما تغدينا. ايه ولو يا استاذ، هلا منلاقي لنا شيء قرنه ونتغدى فيها بمعيتك. شرف شرف حبيب قلبي. يا هلا. بس المهم تكون عبت لك راسك استاذ. كثير حلوه كثير. ايوه فعلا شيء حلو. حبيبتي احنا طلعنا لحتى نغير جو ونتعرف على البلد، رايت؟ طيب غيرنا جو غيره. ومشاكلك انت وخالد انا ما عاد الي علاقه فيها. اوكي ومين اللي قال انه لك علاقه فيها؟ بس انا قديش صار لي معكم بهالبلد ومحبوسه معكم. ها يوم تخانقنا ويوم تصالحنا خلاص ما عاد فيني على قلبي حاجتي. والمطلوب انا رح روح على تدمر، اذا حبيتي تجي معي اهلا وسهلا، ما حبيتي هاي السياره معك رجعي على البيت، انا رايحه على تدمر. طيب اوكي خلاص بروح معك. لا والله ما رجعت. ولا تلفني؟ لا كمان ما تلفنيت. معناته ما عاد قدامنا غير ابو عبده. تفضل يعطيك العافية. مع السلامة. نمت الظهر شوي. حزري مين شفت بمنامي؟ مين؟ رسلان. مين رسلان؟ جديك؟ لا شاب طول بعرض بيطير العقل. ما شاء الله هلا لحق يصير شاب كمان. وراكب حصان الأبيض. أنا كنت قاعدة على كتف النهر وعم قطف خبازة. خبازة مرق قدامي مثل الرمح، طلع فيني هيك من فوق وقال لي أمي امريني. قلت له بدي الرسلانية كلها ترجع لنا. قال لي تكرم عينك تفضلي. وتفضلتي؟ بلحظة لقيت حالي ببيتنا القديم بالضيعة، الأغاية مطيعة بديعة. ما بعرف ليش خفت بدل ما أفرح. ما صدقت إمتى هربت من البيت. اللهم اجعله خير. بس لما قمت من النوم كنت مبسوطة كتير. بكفي ابني رح يرجع لي الرسلانية كلها، شو بدي أحسن من هيك؟ عن إذنك لو نكمل عفاف. هلا لا ما بقدر، بدي شوفها بالأول. لا والله ما رجعت. طيب طيب شكرا. شو ما رجعت؟ تعرف عم فكر هلا انزل على المدينه. ايه وبركي رجعت. لا اذا رجعت لازم تكون الصور جاهزه. معك بحمضها وبطبعها، وإذا رجعت فرجي إياهم، خليها تشوف بعينها. هاي حلو، ماشي، معناته خلينا نشوف حدا يوصله. يلا. فعلاً تلة حلوة كتير، وخاصة لما صرت تشوفها بعيون المهندس. يعني عجبته؟ شو عجبته؟ عجبته، طيرت له عقله. بس أنا السؤال اللي خايف أسأله لحالي، إنه يا ترى جاهزة للبيع؟ والله يا بدران لما ما بيكون في مسائل شخصية يعني تعمد للأذى مثل اللي عند أبو عبده وخليل آغا، يعني كل شيء بينشر وبينباع، بالزايد شوي بالناقص شوي بينباع. يا ريت كلامك صح، ما شفتي شو دفعنا لخليل آغا وما رضي يبيع. قلت لك لما ما بيكون في مسائل شخصية، بس لما بيكون في بتصير المسألة مو مسألة شغل، بتصير مسألة مكاسرة. على كل ما علينا، بتعرف إني أنا كتير تعبانة اليوم وبدي أقوم نام. بس ما سألتك صحيح، في شي خبر عن مريم؟ ولا دورة ولا خالد حتى. اي ولا يهمك، انت بس جهز حالك واخرتها بدها ترجع. تصبح على خير. انت من هلو.
القهوة وقلت الله يبعث لي شيء ابن حلال يشربه معي، قام بعث لي اياك. ايوه. ربيعة شبكي؟ شوفي؟ والله ما بعرف يا فاطمة، كل الليل منامات وكوابيس. إلا تكوني متقلة بالعشاء ولا متذكرة شي حدا؟ هالمنام عم بشوفه كل يوم. شو هو؟ ما هي المشكلة إني ما عم بتذكر. ربيعة لا تقليلي هلأ رسلان آغا وحصان أبيض وخبيزة ونهر. لا هداك منام حلو، يا ريت شوفه كل يوم. لكن شو؟ بتذكر ما عم بتذكر. ألو بديعة؟ صباح الخير ربوعة، كيفك حبيبتي؟ تذكرت. شو تذكرتي؟ معلش يا حبيبتي برجع بحكي معك بعدين. شبكي ربيعة شوفي؟ تذكرت الكابوس اللي عم شوفه كل يوم وعم بنساه. شلون؟ مطيعة. صاير لشي؟ معقول نحن شو ظالمين؟ نسيانينا؟ قوم معي. لوين؟ بدي روح زوره. معقول ربيعة؟ طيب أنا ما عندي شغل. وأنا كمان عندي شغل بس هي عم تستدعيني. أنا لازم روح زوره. بتروح معي ولا أطلب المحامي يروح معي؟ أمرك. لا بروح معك أنا. يلا. دايما صحتين. طيب انا بستأذن. استاذ ممكن كمان دقيقتين؟ خير في شيء؟ في صديق معجب اتمنى علي اجمعكم مع بعضكم. طيب ما ممكن غير وقت قبل ما تجي بدقيقه الفلي؟ ما كنت حابب اقول لك، كنت بدي اعملها مفاجاه بس انت لحيت. على كل أنا تفضل اقعد ورح جيب لك كمان فنجان قهوة. والله يا مدام دورنا بكل الطرق على تليفون على وسيلة نتصل فيكن ما لقينا. طيب هاي نحن اجينا. غريب، يمكن التخاطر صح. الحديث النبوي بيقول الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف. والإنسان لما بيلاقي حاله بيضيق. دكتور هلأ شو الموضوع؟ خير شوفي. طيب ارتاحوا شوي رح خليكن زوروها. تفضلوا. شكرا. إذا سمحت لي أنت طلبت وقت لحتى تفكر ولحنا أعطيناك الوقت اللي بدك إياه، بس حملة الانتخابات قربت ومن المفروض المرشحين يقدموا طلبات ترشيحهم وأنت لحديت هلأ ما أعطيتنا خبر. أولاً أنا شاكرك على هذا التقدير يلي يمكن أنا ما بستحقه. لا، أنت بتستحق أكتر من هيك بكتير. الله يخليك. بس بس أنت قول إيه وخلينا ننزل اسمك على قائمتنا يلي عم نوزعها على مجموعاتنا ونقدم اسمك للجنة الترشيحات. طيب أستاذ محمود، أنت لما بتنزل على قائمتنا فهذا يعني أكيد رح تكون عضو للدورة النيابية القادمة. شو أستاذ؟ اتفقنا؟ لا، أنا بدي يومين على الأقل لحتى أدرس الموضوع وشاور حالي.
مطيعة حبيبتي ليش؟ انت مين؟ انا اختك ربيعة. اختك ربيعة؟ ربيعة انت طيبة؟ انا جاي اخذك لعندي عالبيت. ليش؟ ليش بدك تاخذيني عالبيت؟ انا مرتاحة. ليش بدك تاخذيني؟ انت مين؟ انا حسان زوج ربيعة. انت متأكد انك حسان؟ هيك بيقولوا. لا انت سليمان. اذا بدك سليمان سليمان. متأخرت كتير. منيح اللي اجيتوا. خير؟ شو وضعها؟ اختك مريضة، مريضة كتير. بشو؟ جبنا لها اطباء كشفوا عليها، ما في امل. شو مرضها؟ اذا حابة تعرفي تفضلي على المكتب لأفرجيكي كل التقارير. يعني آسف. وإذا أخذت عند أحسن الأطباء؟ أصلاً أنا كنت رح أطلب منكم أن تاخدوها، لأنه ما عاد لها عنا أي فايدة. طيب وليش ما وافقت؟ لسه ما انفتح قلبي. لك حبيبي هاي فرصة العمر. يا روحي انتي بتعرفي اني لو عم دور على هيك فرصة كنت حصلتها من على ايام ما كنت بتضيع. طيب وتركتها وهي اجتك هلا وانت مالك آغا؟ اجتك وانت كاتب ومحامي وعم تدافع عن الفلاحين. لسه ما انشرح لي. بس ما عاد في وقت. وانتي شو عرفي؟ انت هيك عم تقول. انا ما قلت شي. يعني كلامك هيك بيوحي. كلامي بيوحي ما هي؟ طيب عطوان امتى اخر مره اجى لهون؟ عطوان الظهر مرق وجاب لك الجرايد مثل العاده وقال لك تقنعيني لانه ما عاد في وقت، ما هيك؟ حبيبي ما عاد اقدر افهمك. الكل عم يلاحقك والكل عم يطالبك انك تحسم امرك وانت ما عم تحسمه. ان شاء الله وافق. ان شاء الله اولى. ليش هيك؟ حلم، حلم مشتهية يتحقق. شو؟ طمنا دكتور. آسف. شو يعني؟ ما بصمت الصبح. آسف على الإزبال. مع السلامة. معقول بعد كل هالسنين تفرقنا يوم اللي نجتمع تكون هي رحمة؟ شو رح تعملي هلا؟ شو بدي ساوي؟ جبت لها أحسن الدكاترة. أصلي مشان أخواتك يا ربيع. معك حق، لازم أخبرهم. Thank you.
بديعة. شوف هي. يا سلام، شو هاد؟ شي حلو كتير. الحمد لله سيدي، الله يسهل وتقتنع. هي مرينا لعندها على البيت هون بالشام ما لقيناها، واتصلنا على الرسلانية كمان ما في حدا. وين بدك تكون راحت؟ طيب في إلها شي مكان معين على البحر بتروح عليه؟ لا، هي أول مرة بتروح على البحر. غريب، معناتها لازم نستناها لحتى ترجع. أنت متأكد إنه رح ترجع؟ إيه متأكد. ليش لحتى ما ترجع؟ شوف هي كمان. حاسس حالي ضايق خلي. حاسس كل مين حوالي عم يطلب مني شيء أنا مالي قدرة عليه ولا لي رغبة فيه. محمود الله يوفقك. لازم بعي. لا محمود دخيلك، هديك المرة لما هربت من مريم ما كان عندك أولاد، بس هلأ الوضع بيختلف. لا تردي، قلبي قامتني. خير ليش؟ ألو، أهلين ربيعة. سمعاني بشي اسمه ملكة العنكبوت؟ شو هاي؟ ملكة العنكبوت؟ ليش إلهم ملكة؟ هاي نوع من العنكبوت كبيرة. لك أمي شو جاب هالسيرة هلأ على فطور؟ معلش أمي تحمليني شوي. طيب أمي إيه؟ هاي نوع من العنكبوت تقتل ذكرها بعد الزواج مباشرة. بتعرفي ليش؟ قولي عليها ليش؟ مشان تربي ولادها اللي جايين. إيه بس كل مخلوقات الله بيعيشوا ليربوا ولادهم اللي جايين. إلا ملكة العنكبوت بتلدغوا وبتخدروا وبتكفنوا بخيوط العنكبوت، بعدين بتفقس بنص الشرنقة يعني فوق جثة الأب المخدرة. أعوذ بالله. ليش؟ لأنه من حرارة جسمه اللي مو ميت بتدفل بيوض وبتفقس، وأول ما بتفقس وبدها تاكل بتلاقي قدامها جثة أبوها المخدرة، بتاكل وبتعيش على لحمه الحي. غريب. يمكن الحياة كلها هيك، ما بيربى ولد لا يفنى كبد. يعني يمكن رمزيا، أما ملكة العنكبوت فبتستمتع باللعبة، لأنه حتى بعد ما بتفيض إذا طلع بطريقة ذكر وتجوزها كمان بتلدغه، وهالمرة بتكفنه بس ما في بيض ليفقس عليه. والسؤال اللي حير اللي عم يراقبه الظاهرة، ليش ملكة العنكبوت بتعمل هيك؟ يمكن مشان تضمن إنه ما رح يلحق غير. مزبوط. وشلون مزبوط؟ هذا هو الجواب اللي العلماء ما عرفوا، مشان تضمن إنه ما يصير لغيرها. لا إله إلا الله، شو اللي جاب هالسيرة هلا؟ جابها إني مكفن بالحرير. الوظيفة بالشرطة واستقلت منها، وعمل غيره معها. مثل ما انك شايفي انا مكفن بالحرير وملتوخ، لا فيني اهرب ولا فيني شق طريقي لحالي. ملكة العنكبوت تبعي ما عاد بدها الذكر اللي تجوزته، خلص كفنته بالحرير بس مشان ما تاخده انت تاني. والله يا ابني ما عم بفهم عليك شي. ما شرفت؟ والله لسه ما اجوا. كمل شغلك.
دارلينج اهدي بقى. ليش انا بالذات يكون حظي هيك؟ شو نسيتي انه كل يوم وبكل حاره في بامريكا مشلح وعلى هاتي اللي معي؟ شو الغريب بالموضوع؟ ترى ما شفتي؟ ما شفتي مدير الاوتيل حلف 100 يمين انه بحياته ما صارت بتدمر. اتزلك حظ حظ، هذا هو الكلام الصحيح. الليدي أليمرا بتحصل على كل شيء بدها اياه، وباخر عمرها بيجيها مكافاه مجول. اما انا رح اقضي عمري وانا عم دور على مجول وما رح الاقي. بس ماني متراجعه، ماني متراجعه غير لاحصل على اللي بدي اياه. بتعرفي دورا، انا ماني قدراني اصدق. يا ستي اعتبريها مغامره فاشله. بعدين انتي ما صدقتي شفتيه واعتبرتي لي يا مجول جديد. منيح بعدين اللي ما كان معنا مصاري كتير وانسرقت. دورا انا ماني زعلاني على المصاري، زعلاني على الموقف السخيف اللي لقيت حالي فيه. اصلا انا وياكي شلون جنينا ورحنا مع شاب غريب لا منعرفه ولا بيعرفنا على العب راس الجبل. انتي لاحظتي انه الناس ما استغربوا منظرنا؟ يمكن متعودين على السياح المصاريع مثل حكايتنا. بس لا، فكرة مجول على طول عم تغلب علي، ما عم تخليني اقدر افكر مزبوط. مجول دورا، استعادة الماضي غلط ما هيك؟ شور اكيد غلط. انت بتعرفي استعادة الماضي مثل شو؟ مثل شو؟ انت برأيك مين احلى نساء بالتاريخ مثلا؟ شجرة الدر المصرية. غيرها؟ هيلين طروادة. انت تصوري هيدول لو طلعوا من قبورهم شو كنتي رح تشوفي؟ جمالهم العجيب. لا حبيبتي، رح تشوفي هياكل عظمية وانت السادة. هدول كانوا حلوين بزمانهم بس هلا. ونفس الشي بينطبق على التجارب الإنسانية الحلوة. يعني تخيلي روميو وجولييت أو قيس وليلى يطلعوا هلا، يا ترى رح يقدروا يعيشوا تجربة حبهم المأساوية بهيك زمان؟ مريم، نحن كانت فكرتنا عن الرومانسية كلها غلط. ليدي أليمبرا ماتت ومجول مات، وانت لازم تفكري بمفاهيم عصرية عن الزواج العصري. هي ما جبنا محمود هرب لأنك قلتي له ما يكون محمود، قلتي له بدون ما تحكي يكون مجول. يمكن معك حق، يمكن غلطتي هي اللي هربته. I don't know. فكري بالموضوع.
روحك يا راسي تبدنا احسان كم واحد قلبه قاسي يا دار الناس يا هالرقبة بتنداسي حامل هالفاس حامل هالفاس وانت مصابح حماسي يا مهندسي